فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص باع أرضا ولم يعقد العزم على بيعها، إلا قبل 6 أشهر من البيع، هل عليه زكاة فيها؟ باع أرضا ولم يعقد العزم على بيعها إلا قبل 6 أشهر من البيع. ما ينعقد البيع اللي متردد فيه، ما ينعقد البيع، لازم يكون مجزوما به ولا ما يصح. فإذا باعها بيعا مقطوعا به وانتهى العقد وتم صح، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.